ما أشار إليها الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ هي نفس النقاط التي أشار إليها في اجتماع وزراء دفاع حلف الناتو الأسبوع الماضي. هذا الاجتماع تم الاتفاق أو تم الموافقة فيه على تقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، دعم إنساني مالي وعسكري. وهو أشار اليوم أن الدعم العسكري هو يعني نشر قوات إضافية، ولكن هذه القوات اليوم تنتقل من حالة الردع والتأهب إلى حالة الدفاع، وهي لأول مرة يتم نشرها بهذه الطريقة. ما يقارب أو أكثر من 20,000 جندي سيتم نشره في الجزء الشرقي لدول حلف الناتو. إيمان اليوم الهجوم الروسي على أوكرانيا ينقل أوروبا إلى أو يفرض عليها واقعا جديدا وتحديات جديدة، كما أشار يعني في قمة مجموعة السبع هذا الواقع. أشار ينس ستولتنبرغ أنه لابد من زيادة الاستثمار الدفاعي، وقال بأن ربما ألمانيا يضرب بها المثل يعني بهذا الشأن، وهي من تقود الطريق لأنها اتخذت قرارين مهمين هذا العام، ستقوم بزيادة نسبة الاستثمار الدفاعي إلى أكثر من 2%، وأيضا ستقوم بالاستثمار في مقاتلات الجيل الخامس. هذه النقطة أيضا تعيدنا إلى ما قاله الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل يوم أمس، عندما قال أن الهدف الأساسي اليوم هو ليس أن تكون هناك قوة أو جيش أوروبي موحد، ولكن الهدف الأساسي أن يكون لكل دولة في أوروبا جيش أو قوة نظامية موحدة قوية قادرة لأن تصد أي هجوم أو أي تهديد يواجه أي دولة أوروبية. هذا أيضا إيمان أو كل هذه النقاط التي ذكرت وسيتم ذكرها يوم أمس هي يعني تقع ضمن البوصلة الاستراتيجية التي سيتم التصديق عليها غدا في القمة الاستثنائية التي سيحضرها في يومها الأول الرئيس الأمريكي جو بايدن.